تاكله. ها؟ شيابي؟ السلام عليكم. كانت زيارة لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، فكان شفنا هذا المركز اللي هو مركز مهم جدا، فيه يعني ما بين هذا المركز والمراكز الأخرى كاين تقريبا واحد 640 طفل اللي كتكلف بهم الجمعية وكتوفر لهم، كيدخلوا الوليدات من السن ديال 4 سنين تقريبا، وكيكون تشخيص ديال الإعاقة ديالهم والمواكبة ديالهم أولا في التمدرس، وكيستافدوا من برنامج دعم يعني برنامج صندوق دعم التماسك الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وهذا كيمكنهم باش كيوفروا ورشات و اللي تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة. شفنا ايضا كاين الادماج الاجتماعي، الادماج عفوا يعني في سوق الشغل بالنسبة للعدد من المستفيدين من الخدمات ديال هذه الجمعية، واللي نبغي نشير ليه هو ان الحكومة قامت بواحد المجهود كبير فيما يخص دعم الجمعيات العامله في مجال الاعاقه، هو في اطار تنزيل التوجيهات الساميه ديال صاحب الجلاله نصره الله، والاهميه الكبرى التي تعطيها الاشخاص في وضعيه الاعاقه، ودستور المملكه اللي كينص ان على الدوله ان تعمل على توفير الخدمات الملائمه للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. فاذا في هذه المرجعيات شغلت وزاره التضامن الاجتماعي والاجتماعي والاسره، ونزلت واحد العدد من البرامج، منها البرنامج يعني كما قلنا ديال التمدرس اللي تم بفضل الدعم ديال البرنامج الحكومي ديال 500 مليون درهم هذه السنه، وحتى في 2023 غادي تكون 500 مليون درهم، اللي تحسنت بطريقه يعني نوعيه ظروف استقبال الاطفال في وضعيه اعاقه، لان المنحه او الا بغينا نقولوا التعريفه الشهريه بالنسبه للطفل دازت من 700 درهم ل 1200 درهم بالافريج يعني في المعدل، فهذا خلى ان الظروف كما قلنا ديال التمدرس تحسن، وايضا في اطار الالتقائيه مع وزارات اخرى مثلا مع وزاره الصحه تنشغلوا على المراكز السوسيو الطبيه الاجتماعيه المرجعيه اللي غتكون فيها الخدمات بالنسبه للاشخاص في وضعيه اعاقه، وايضا وفيما يخص هذه الجمعيه استفدت ايضا من الشراكه مع وزاره ما بين وزاره التضامن الاجتماعي والاجتماعي والاسره ووزاره الصناعه والتجاره وجمعيات الجمعيات العامله في اطار الاعاقه الذهنيه، باش كان الادماج ديال واحد 100 شخص في وضعيه اعاقه في يعني متاجر كبرى اللي هي معروفه، وكنشكروها لان مشات معنا، هي كاين لابيل في، كاين ايضا مرجان، كاين عدد من الشركات وشركات اخرى حتى هي جايه، لان احنا بصدد توقيع اتفاقيه جديده فيها 100 منصب شغل جديد للاشخاص في وضعيه اعاقه، وكاين طلب كثير، ولكن هذا ايضا من واجبنا كقطاع وكجمعيات كتشتغل على الاعاقه اننا نسهلوا الظروف ديال الادماج ديال هاد الاطفال، وحنا شفنا بلي كاين واحد المركز تابع للجمعيه اللي كيشتغل على الادماج ديال المواكبه ديال الاشخاص في وضعيه الاعاقه قبل ما يدخلوا لهذا المنصب شغل، لان خصهم يكونوا مؤهلين. فاذا المنظومه برمتها هي منظومه اللي هاد السنه عرفت واحد التحسن مهم جدا، احنا عملنا مجهود باش نسرعوا اخراج يعني المنح، راه المنح اللي عنده الملف هذه نقولها باش ما تبقاش تعاود، اللي عنده الملف ديالو واجد راه خدا المنحه، اللي ما عندوش الملف ديالو واجد خصو يرسل الملف ديالو باش يقدر يستفيد من المنحه، لان هذا مال عام ما يمكنش نعطيوه بلا ما يكون عندنا التقارير المطلوبه، بلا ما تكون عندنا يعني كاين تعاقد ما بين القطاع ما بين وزاره التضامن الاجتماعي والاجتماعي والاسره والتعاون الوطني والجمعيات بصفه عامه وديال الاعاقه حتى هما، فهاد التعاقد خصو يكون محترم، يعني الجمعيه كتعطي التقارير ديالها، الوزاره داك الساعه وزاره التعاون الوطني كي يصرف المنحه، طبعا ملي كتكون توصلنا حنايا يعني الموارد الماليه الخاص اللي مخصصه لهاد البرامج. فبصفه عامه باش نختم، كاين تحسن كبير ولكن ما خصناش نوقفوا
في هذا الحد، لان هناك احتياجات كبيره. اولا خصنا نحاولوا نرصدوا ايضا الاشخاص الاخرين اللي ما كيتواصلوش مع الجمعيات، خصنا حتى هما نجيبوهم باش يستافدوا من هذه الخدمات. وخصنا ايضا ندخلوا المقاربه ديال الجوده مهمه جدا. يعني مزيان اننا نديروا خدمات اللي كدير الادماج، ولكن خصها تكون في واحد الظروف ديال الجوده، وخص يكون ايضا تصنيف ديال الجمعيات باش الجمعيات اللي عندها خبره في المجال هي اللي غتشتغل في المجال. ولكن انا متفائله، فالمنظومه يعني كما قلت المكونات ديالها كاينه، وكنشتغلوا جميع، وان شاء الله يكون تحسن اكثر في هذا المجال. يعني من خلال الهضره ديالك ما بقاش نشوفوا وقفات ديال الجمعيه ديال اللي في وضع العاقه. لا انا بالنسبه على حد الدعم كان تيخرج ولكن تيتعطل واحد. لا انا طبعا احترم ان يكون وقفات، ملي كان وقفات وكان عندهم واحد السبب، لان كان هناك يعني واحد التعديل في واحد المسطره ديال الحصول على الدعم، وكان واحد، فاحنا التقينا بالجمعيات وقمنا بالتعديلات اللازمه وحلينا المشاكل. ولكن وحتى اللي بغى يوقف مرحبا به، انا دائما يعني تنجي وتنستقبلهم وتنشوف اشنو هما. مطلب واحد على شي وقت اشنو هو؟ تفضل. الدعم تيتعطل ولا من لا؟ ولكن لا واسمح لي باش تقول الدعم كيتعطل، راه هذا مال عام ما يجيش ما نقدرش نجي نعطي لك. خاص اولا يتعمل بعدا يتحطوا الملفات، ملي كيكونوا الملفات تحطوا كتكون الدراسه ديالهم، ملي كتكون الدراسه ديالهم كنعطيو داك الساعة اللي كتكون على الصعيد الترابي، راه تنتكلموا على جميع جهات المملكة. كيجيوك ملفات طبعا، ولكن كتقدر تكون ناقصة واحد الوثيقة، فاحنا الحمد لله في إطار الرقمنة اللي مشات فيها لبلادنا بصفة عامة، والحكومة راه شفتوا الدعم اللي عاطيها للرقمنة، وزارة التضامن والبرنامج ديالها حول الرقمنة، فهذه غادي تسهل تبسط المساطر. شفتوا هذا العام أولا اعتمدنا المنصة الرقمية، فالناس ما احتاجتش تصور مني كانوا الناس كيجيو حتى الرباط ولا تيجيو باش يحطوا الملف، هذا كان كياخذ وقت اكثر فاكثر. فهاد السنه راه حصلوا على الدعم قبل ما ننسى، لان باش نكونوا حتى حنا يعني نزهاء في يعني او نزيهين، عفوا نزيهين في التدخلات ديالنا وفي الاحكام ديالنا. فالاشخاص الجمعيات ديال الاعاقه كانت كتحصل على الدعم السنه ان بلس ان، السنه التابعه. هاد السنه لاول مره في تاريخ هاد الجمعيه تحصلوا عليه في نفس السنه، اذا هذا فهو واحد التقدم كبير. طبعا حاليا ماشي كل جمعيه توصلت، علاش؟ لان قبل ما نجي عملت ليطا دي ليو، يعني عرفت شنو هي الوضعيه. الجمعيات اللي ما استفدتش ما طلعتش التقريرات ديالها، فخصها تطلع التقارير ديالها باش ممكن تستفد من الدعم. وهذه هي الشفافيه واحترام مبدا التعاقد واحترام صرف المال العام، هذا هو الظروف تكون كتختار من القانون.